بيدمر نظام معلوماتي. ازاي قدروا يخترقوا سيستم؟ لقيت رسالة جاية ان في محاولة لدخول الاكونت من الاي بي ده. هاجس كبير دخل إلى صلب اهتمامات العالم مع تطور التكنولوجيا واكتساحها لحياة البشر. هذا الهاجس يتمثل بالقدرة على دخول الهاكر الإلكتروني إلى خصوصيات الأفراد وسرقة المعلومات والبيانات وأرقام الهاتف واستعمالها لأغراض غير مشروعة عبر تسريبها أو لاستخدامها في حملات تشويه سمعة من هو مستهدف. الهاكر شخص مجهول الهوية لديه مهارات إلكترونية عالية، يخترق أجهزة الكمبيوتر والأنظمة الإلكترونية، وهو يشكل تهديداً للشركات والأحزاب والشخصيات العامة والأفراد في ظل التطور الهائل لأدوات وتقنيات القرصنة الإلكترونية. فكيف نحمي هواتفنا المحمولة وكل المعلومات الموجودة عليها من التجسس والسرقة؟ أولاً، استخدام الباسورد أو كلمة المرور. ثانياً، تحديث نظام التشغيل بانتظام. ثالثاً، تثبيت برامج مكافحة الفيروسات. رابعاً، عدم فتح الروابط أو تنزيل الملفات من مصادر مجهولة. ولكن هل فعلاً هذه التدابير كافية حتى نحمي أنفسنا من الهاكر الإلكتروني؟ الهاكرز النهاردة بيستخدموا أساليب تكنولوجية متقدمة جداً، وفي منهم بيلجأ للذكاء الاصطناعي عشان مثلا انا يعني انا عايز ابسط الامور وما نعقدهاش. النهارده مثلا انت لو عندك حاجه متخزنه على الكمبيوتر بتاعك او تليفونك، حسابات بنوك وهكذا، رقم الكريدت كارد بتاع، لو انت مخزنها على تليفونك دي مشكله. طيب في ناس بتقول لك لا، انا احنا بنقول تحول رقمي هفضل ماشي بورقه ورقم الكارت وما اعرفش ايه، يبقى انا لازم لو دخلت استخدم الجهاز بتاعي سواء تليفون او كمبيوتر لازم يبقى متامن. الهاكرز بيعمل ايه؟ هو عايز يدخل على تليفونك مثلا ولا الكمبيوتر بتاعك عشان يعرف كلمه السر، وبالتالي ياخد كل الديتا. هيلاقي منها ديتا هتهمه وديتا ممكن ما تهموش، ممكن يبيعها يعني. فبالتالي ازاي الهاكر بيدخل على اساليب وبيستخدم تطبيقات بتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان اعرف ادخل على الباسورد بتاعك، على كلمه السر. وبالتالي اول ما دخلت على الباسورد قدرت اعمل كل بياناتك. احنا من ناحيه قانونيه بنفرق من الهاكر والكراكر. الهاكر بيقتحم السيستم ويوقع السيستم ويعمل اللي هو عايزه. الكراكر بيوقعه فقط. يعني الهاكر بيبقى ليه قصد من وراء الهاكين انه يعمل يوقع السيستم ويبدا يستفيد من الثغرات الفتحات اللي هو فتحها في السيستم ينفذ. في كراكر هوايته ان هو يكسر السيستم ويبين انه فاشل عشان يبين انه ما فيش منظومه حمايه جيده لهذا الامر. فاحنا من الناحيه القانونيه بنديهم نفس الحكم ان هو بيدمر شبكة معلومات أو بيدمر نظام معلوماتي، وفي الحالتين في قانون لحماية من الخطر المتمثلة في الجرائم المعلوماتية. دلوقتي مع تطور التكنولوجيا ابتدوا هم نفسهم يتمرسوا في ازاي يدخلوا على سيستم، ازاي يقدروا يخترقوا سيستم، يخترقوا أنظمة إلكترونية وهكذا، مواقع إلكترونية. ده بالنسبة لهم في منهم بيعملوا كجزء من اكتفاء الذاتي او الساتسفاكشن بتاعته، ولكن طبعا الاغلبية بيستخدموه لاغراض مخالفة للقانون واغراض مادية والاستفزاز او للسرقات. النهاردة شركات كتير قوي من السوفت وير بتستخدم الهاكرز دي عشان تعمل تيست على الابليكيشنز بتاعتها، على التطبيقات بتاعتها. من ضمن الحاجات الشركات نفسها بتتعامل ساعات مع الهاكرز عشان تعرف هل التطبيق بتاعهم فيه ثغره ولا لا، ولو فيه ثغره ازاي يتداركوا. زمايلنا اللي علمونا في المجال دوت يقول لك اول ما يحصل لك هاكينج غير الباسورد فورا. دي اللي بنعملها، بنقفل الجهاز نغير الباسورد ونحط باسورد جديد.
إنما عادة مفيش إمكانة إنك توقف التطور، يعني هيظل الذكاء البشري سواء كان إيجابي أو سلبي يسيران بالتوازي، كل منهم يدور في فلك، في فلك يسبحون، كل منهما في فلك يسبحون، بس هما في نهاية المطاف ده صراع بين الخير والشر. لازم أحط قوانين تجرم هذا وتحمي المستخدم، فبالتالي في قانون حماية البيانات، في خصوصية المعلومات وهكذا، دي مهمة جدا، والقانون اتعمل وبيتفعل، فبالتالي دي حاجة مهمة جدا انها نمشي في هذا الموضوع. الحاجة التانية من ناحية الفنية، الدولة لازم تأمن شبكاتها، بمعنى لازم تحط التزامات على كل اتباعها، كل الوزارات، كل الشركات التابعة لها وكده تتبعها عشان تقلل من مخاطر الاختراق، تأمين الموقع، تأمين البيانات، سواء على الداتابيز أو على الكلاود أو على أي حاجة، دي حاجة لازم تتأمن وتتأمن بطريقة فعالة. وبعد كده إن لازم برضو المستخدم نفسه يكون عنده حاجات ملتزمة. احنا للأسف الثقافة بتاعتنا في مصر وغالبا في المنطقة كمان الالتزام عندنا قليل شوية، فاحنا لازم نعرف ان ده خطر كبير جدا. احنا بنشجع الناس على التحول الرقمي، بس طول ما الناس خايفة مش هتتحول. اهم حاجة تشيل الهيبة والخوف من التحول الرقمي، عشان كده انت لازم تأمنه، فلازم تنشر الوعي اول حاجة وتفهمه ان الموضوع ده مهم جدا، ولازم الواحد يبقى ملتزم في خطواته وفي قراراته. احنا عندنا قانون جاي جدا للجرائم المعلوماتية، واحنا في نفس الوقت عندنا قانون لتنظيم الاتصالات جاي جدا، وانه طبعا التعديلات التشريعية دي حاجة محمودة من فترة للتانية، ولكن البنية التشريعية موجودة والبنية التنفيذية موجودة، عندنا ضباط مدربين على أعلى مستوى هما بيشتغلوا في شرطة المعلومات والتوثيق. إنما اللي إحنا عندنا مشكلة فيه وحطناها مشكلة تطور التقنيات بسرعة سريعة جدا، والعجز عن ملاحقة المجرمين في هذا القطاع. تجربتي مع الهاكينج طويلة، بس هي الحاجة الريسنت يعني اللي حصلت مؤخرا، كان في حاجتين فريش في دماغي. يعني اول حاجه كان اختي، يعني في حد خد الفيسبوك اكاونت بتاعها كامل، وقعدنا شهور طويله يعني بنحاول نرجعه، وفي الاخر فشلنا ان احنا نرجعه، مع ان احنا تبعنا كل الخطوات اللي ممكن احنا نتبعها، ان احنا نشتكي للفيسبوك، بيدونا طبعا كويستشنز وحاجات ان هي تتاكد ان ده فعلا اكاونت بتاعنا، وعملنا كل الكلام ده. كان في برضو عندي انا زمان، كان يعني من كام سنه برضو، كان في حد حاول ياخد الاكونت بتاعي، بس دي انا قدرت ارجعه، يعني عملت تواصل مع فيسبوك، اول ما حصل اسئله انت يعني ده بتاعك منين، طب اخر رساله بعتها لمين، طب انت مثلا مين الفريندز بتوعك، حاجات دي. فلما كل الاسئله كانت صح رجعوا لي الاكونت. اخر حاجه من اسبوع يعني برضو رساله جايه على البيج بتاعت الاكاديمي بتاعتنا، رساله جايه از ريفيو، ويتش يعني غريبه جدا، ريفيو على البيج بيقول ان احنا تبع السبورت بتاع فيسبوك، وانت يعني يو بريك ذا رولز وكده، ومفروض ان احنا هناخد منك البيج او كده، فلازم تدوس على اللينك ده عشان ترجعها. يعني لقيت رساله جايه ان في محاوله لدخول الاكونت من الاي بي ده او من المكان ده، كان المكان تقريبا في ماليزيا اتذكر او اندونيسيا حاجه زي كده. فطبعا انت يعني بيحصل الارت ده في محاوله دخول الاكونت والمكان غريب، فاكيد مش انا، فبتروح داخل بقى بسرعه، بتلاقي ان في ايميل فعلا بيقول لك لو ده مش انت دوس على اللينك ده مثلا. طبعا انت بتتاكد الاول من الايميل ان هو يكون فعلا تبع الفيسبوك، من الادرس بتاعت الهوم بتاعته، وبعدين بتخش بلاقي بقى ان فعلا فيسبوك بيكونتاكت، طب لا تعالى بقى اثبت بقى ان ده مش ان ده بتاعك فعلا والكلام ده كله.